مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. أريد استفسار شلون نغير اليوزر نيم مال سناب شات. فطبعا بحثت لقيت لكم طريقة. طبعا كثير موجودين من إخواننا اليوتيوبر يقول أخرج، يعني سوي تسجيل خروج وسوي حساب جديد. فهاي الطريقة يعني واحد بياناته كلها تروح يعني حرامات. فلقيت طريقة ممكن تفيدكم. أول شيء نقدر نغير الاسم اللي يظهر، الاسم الظاهر واليوزر نيم اللي تستخدمه. شلون يعني؟ راح ندخل على هنا، ندخل فوق، ندخل هذا الاسم الظاهري نقدر نغيره أكثر من مرة، الدكتور خالد، فنسويها الطبيب هنا. عفوا، فنسوي سيف. هسه إذا تلاحظون تغير. هسه إذا نعيد نرجع على الدكتور، أرجع أتغير. اللي جوا هذا هو اليوزر نيم، هذا ما يتغير، هذا أبد ما يتغير، هذا اليوزر نيم. فسويت طريقة جديدة بدون ما تسوي تسجيل خروج. يعني يقولون سوي تسجيل خروج، عفوا، فبدون ما تسوي تسجيل خروج إحنا راح نبدل لكم إياه. أول شيء لازم تسوي السناب شات مالتك لغة إنجليزية وتمشي بالخطوات اللي راح أقول لك إياها، وتروح من جوجل، من جوجل مو من جوجل كروم، جوجل كروم ما راح يقبل. تروح من جوجل وتمشي بالطريقة الثانية وإن شاء الله تضبط، وتابعوني للأخير. هسه شلون راح نحاول نغير الاسم؟ راح ندخل على جوجل، راح نكتب هنا سناب شات دوت كوم، راح ننزل على أول واحد، راح ننزل هنا على كوميونيتي مجتمع، ندخل على الدعم سبورت، تنزل على كونتاكت اس. طبعا لازم يكون بالانجليزي ومو بجوجل كروم، جوجل كروم ما يقبلها. اي هاف فيدباك، عندي اقتراح. هنا اي هاف ا سجستشن، عندي ملاحظه، عفوا، هنا اي هاف ا سجستشن. هنا تكتب غير شيء، فهنا my issue is not listed، يعني مشكلتي غير ظاهرة. فرح تجيك هنا yes or no، فأنت تكتب yes، فرح يقول لك دخل username، username والpassword. فندخل username اللي موجود، فهسه دقائق أدخله. وهنا هسه بعد ما كملنا هنا username والإيميل، راح نكتب المشكلة مالتك، تكتبها بالإنجليزي مو بالعربي. تكتب I would، يعني أريد، would like to change my username to. هسه راح نكتب اي يوزر نيم، انت تكتب فهسه نكتب I would like to change my user name to، فتكتب to مثلا ك ه ا ل د 4 5 6 7 8 9، فمثلا ضيف رقمين اللغة، تكمل هنا done، فتسوي send، ترسل. فهنا تقول له skip، فهنا راح ينطيك أسئلة، اختار المربعات اللي بال، فهنا رسلت المشكلة، اوكي، وراح يردون عليك بأقرب وقت. فأني من يردون علي راح أسوي لكم فيديو إن شاء الله يتغير
واشوفكم اياه شلون تغير السناب شات من الشركه ومن سناب شات وانه تبدل، فراح اسوي لكم عليه فلوق واشوفكم التبديل ان شاء الله باقرب شيء. بس هاي الطريقه الوحيده، اذا الشركه تقبل بهاي الطريقه غير شيء ما موجود. ايش قد بحثت غير هالطريقه ما موجود. فالرد يطول من يوم اليومين او 3 ايام حسب، تدرون هسه كورونا. فان شاء الله يجي الرد وادز لكم خبر بنهايه الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس، وان شاء الله اذا ضبطت الشغله امانه تشتركون، ولا تلغي الاشتراك لانه هذا الاشتراك ينفع القناه ويرفعها. وتحياتي من برلين عاصمه المانيا، مع السلامه.